اسأل والأنبر فائيل يجيب. مع نيافة الأنبر فائيل وأسئلة الشعب، كل ما يخص أسئلتكم بالطقس والعقيدة ومشاكل الأحوال الشخصية. مع نيافة الحبر الجليل الأنبر فائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة. نرجو إرسال أسئلتكم على البريد الإلكتروني التالي. البرنامج من إعداد وتقديم جينا حنا. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا بحضراتكم وحلقات جديدة من حلقات برنامجكم اسأل والأنبر فائيل يجيب. خلونا نرحب بأبينا الحبيب نيافة الحبر الجليل أنبر فائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك سيد. أهلا بك. في الحلقة دي يا سيدنا هنتكلم عن بعض السلوكيات الخاطئة في المجتمع الكنسي، وأنا مش بقصد في الموضوع ده إن ما نشوفش عيوب بعض ونبدأ نشاور عليها، بس ناخدها عايزة لنفسنا ونحاول نجدد ونغير من انطباع اللي ممكن بسببها أولاد كتير من الكنيسة يمشوا يسيبوها. فحبيت ان انا يعني اسأل بعض الشباب اللي سابوا الكنيسة في المهجر. زي ما نيافتك عارف ان الكنيسة في المهجر بتختلف شوية في مصر في حاجات معينة، يعني يمكن الكنيسة في المهجر هي كل حياتنا. في مصر لو حد تعبان من كنيسة معينة هيروح كنيسة التانية اللي جنبها، لكن هنا لما بيسيب الكنيسة ما بيرجعش مرة تانية خالص. وما تسمع كلام اللي قالوا الولاد والبنات فعلا تتأثر، وكل واحد قال قصة مختلفة عن التانية خالص. فأنا ده اللي حابين نتكلم فيه مع نيافتك ونتعلم إزاي نتحسن في كل نقطتين. أحد شباب كان بيقول عدم وجود نظام في الكنيسة بيخليني أتضايق وممكن يبعدني خالص. أنا شخص بحب النظام والكنيسة ما بقاش فيها نظام ولا في وقت القداس ولا في وقت الصلوات، فالكنيسة غير جاذبة لي، ولو حبيت أجيب حد تاني من أصحابي ما ينجذبش، يحس إن حاجة مش كارزة يعني إنه يشوف الكنيسة ما فيهاش نظام. فإيه تعليمي أفتك على طبعا ما حق، يعني إحنا النظام ده شيء مهم جدا ويعبر عن الحضارة والتحضر في الفكر والسلوكيات. إحنا كمصريين أحيانا النظام بيزعلنا بدليل ان احنا عندنا في مصر الشوارع ما فيهاش نظام، واشارات المرور ما لهاش احترام، وفي الكنيسة لو اتعمل نظام الناس بتزعل جدا. واحيانا مثلا بنعمل فرق كشافة في الكنيسة من شباب الكنيسة عشان ينظموا، خصوصا في الاحتفالات الكبيرة. احيانا الناس بتتخانق مع الكشافة، واحيانا بيتضربوا الولاد. يعني المفروض ان شعبنا يحب النظام. وانا هديكم مثل واضح جدا في كنيستنا القبطية. لما تنيح البابا شنودة الخبر كان مفاجئ جدا للناس، ومشاعرهم كانت متأججة جدا، فاجتمعوا في الكاتدرائية بازدحام شديد جدا من اول لحظة تصرف فيها النبأ. وبقى في صعوبة، أنا شخصيا قعدت حوالي ساعتين مش عارف أدخل، علشان كان في اجتماع مهم جدا للأساقفة عشان ندبر أمورنا. وفي نفس الوقت مش عارفين نجهز الكنيسة للجنازة، مش عارفين حتى قداسة البابا شنو ده ناخده ونزله في الكنيسة عشان يتحط على الكرسي والناس تاخد بركته. كان عدم النظام. ونتيجة الفوضى في ناس ماتوا، ادهسوا وماتوا جوه الكاتدرائية، جوه الحوش الكاتدرائية. ونفس الحكاية حصلت في دير أنبا بشوي ساعة لما كانوا بيدفنوا قداسة البعض. طبعا لما انتبهنا ان الفوضى دي ما تنفعش، طبعا احنا الناس سبقتنا فما فيش تنظيم. فجينا في جناز الأربعين، قداس الأربعين، كانت الدنيا منظمة جدا جدا، الناس عارفة تدخل من فين، وفي فراشة محطوطة وفي نظام، فبان كنيسة متحضرة جدا قدام العالم كله.
ونفس النظام دوت اتعمل في انتخابات البابا. طبعا كان لأنه ما يكون التلفزيون 24 ساعة واقف في الكاتدرائية، كل الدنيا شاهدت شايف بيه. الدنيا كلها شهدت قد ايه النظام جميل ومشرف. ونفس الكلام في رسامة البابا تودروس، لا في زحام ولا في ناس بتنط فوق اكتاف بعضيها، كل واحد عارف مكانه. وانا شايف ان الحكاية دي اثرت فعلا ايجابيا في سلوكيات الاقباط في مصر. فدلوقتي مثلا البابا تودروس كل اسبوع بيعمل الاجتماع بتاعه في كنيسة من الكنائس، مظبوط. واحيانا بيتصل بيهم قبلها بثلاث اربع ايام اللي هم انا جاي يوم الاربعاء الجاي. فاحنا ملاحظين كل الكنائس اللي راح فيها قداسة البابا نظم نفسها بقت متنظمة بطريقة جميلة تفرح، فراشة بتتحط، طبعا كشافة واقفين، طبعا الناس في أماكنهم، نظام محدش جميل. بيرمي نفسه على البابا ولا حد بيبهدل الدنيا. فالمنظر ده جميل، كل الناس بتتمتع، والبابا قاصد لما بيحضر يسلم على واحد واحد، يقعد يقف في مكانه كده والناس تيجي طابور تسلم عليه. جميل سيد. فإذا أنا ليه أتكربس ونعمل تزاحم ويبقى خطر وغير حضاري؟ لو احنا بقى كلنا في كنائسنا في المهجر وفي مصر اتعلمنا النظام، يعني مثلا احيانا ببقى بوزع لقمة البركة وبنقول يا جماعة الناس تيجي من الجناب وتمشي من الوسط، الاقي حد جاي من الوسط، طب انت هتعمل بلوك، لا هو مش عايز يلتزم بالنظام، وبعدين يجي يوصل لغاية عندنا هقول له لا امشي خد، بس لو سمحت انت ليه غيرت النظام؟ ممكن ياخد على خاطره ان انا قلت له انت ليه غيرت النظام. بالظبط. بس تشوف نفس الشخص نيافتك في الشغل مثلا في المهجر ملتزم جدا بكل القوانين. دي بقى اللي عايزه ايه؟ ليه اللي احنا اتعلمناه في المهجر من نظام ما نعملوش في الكنيسه؟ ليه اجيب سلبيه كانت في مصر اتعالجت في مصر؟ وبقت الناس تحترم النظام. ايوه يجب ان احنا نتعلم النظام. اهو شاب بيقول انا لما بدخل الاقي الدنيا مهرجله بتضايق، مش بحس عارفه اصلي، ولو جاب زميله مش قبطي وقال له تعالى زور كنيستي هيبقى حاسس بالعار. مظبوط. فاحنا في كنائسنا في مصر وفي المهجر يجب ان احنا كلنا كل واحد يتعلم انه ينظم نفسه، مش محتاجين قرارات وقوانين يعني. طب النظام فعلا بيبقى جميل وبيريح كل واحد يعني، محدش بيتضايق. من الصور الاخرى اللي الناس برضه الشباب قالوا عليها ان الكنيسه عندنا تحس ان هي كنيسه يوم الاحد في المهر، قداس واغابي والموضوع خلاص، لكن ما فيش رساله يعني. في بعض الكنائس مش بعمم طبعا، ما فيش رساله يعني للكنيسه نفسها يعني، ما بيجيبوش ناس يقدروا يستوعبوهم لما يجوا يحتضنوهم. فبس هو قداس يوم الاحد ده اساسي عندنا في المهجر، فكان يتمنى يعني الكنيسه يبقى ليها غرض بخلاف انها تحافظ على اولادنا. دلوقتي جه الوقت ان احنا طبعا في زي ما حضرتك قلت ان مش كل الكنائس، كل كنيسه ليها ظروفها وخصوصيتها، خصوصا حسب الشعب اللي موجود فيها. يعني في بعض المناطق فيها قادمين جدد كتير، وفي مناطق فيها ازدحام عن عدد الأقباط الموجودين في المنطقة كتير، وفي مناطق تانية عددهم قليل، وبعدين في مناطق الناس اللي موجودة بروفيشنال يعني مستوى دكاترة ومهندسين صيادلة، وفي مناطق تانية بيبقوا ناس بسطة جايين من الصعيد باللوتري. فحسب طبيعة الكنيسة الحقيقة بيبقى فيه تدبير. في مناطق بتبقى سكن الناس بعيد عن الكنيسة، لازم عشان يروح الكنيسة بيسوق بعربيته ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين. وفي أماكن بيبقى الناس ممكن تيجي الكنيسة بسهولة يعني. إذا في ظروف متغيرة مختلفة. أنا طبعا بزور كنائس المهجر، بشوف بعض الكنائس بتصلي قداس يومي وعندها اجتماع يومي، مظبوط، والناس بتيجي ظروفهم كده. في كنائس تانية ما يقدرش يعمل قداس يومي طبعا لأن الشعب مش فاضي، عندهم شغل ومش بيجوا. أحيانا بيعملوا قداسات بدري من الساعة 5 الصبح صح، عشان الناس قبل ما تروح شغلها. طيب الناس اللي هتروح شغلها دي أو اللي هيجي الساعة 5 هيقوم من بيته الساعة 4 ولا 3 ولا 5 ل 10؟
مع حسب برضو ظروف الكنيسة. فهو القداس الأساسي في كل كنائسنا المسيحية على وجه العموم هو يوم الحد، وطبعا عشان عندكم هنا الأجازة سبت وحد، فبيعملوا قداس سبت وقداس حد، وده القداسات الأساسية. في وسط الأسبوع بقى إذا كانوا يعملوا يوم الأربع أو الجمعة أو بقية الأيام حسب الكوميونتي والناس عددها إيه وعدد الكهنة وغيره. الحاجة التانية إن الكنيسة يوم الحد طبعا علشان ده اليوم الوحيد فيه أجازة عند الناس وكلهم مجتمعين، بيبقى بعد القداس بيعملوا أغاني عشان ياكلوا مع بعض ويعيشوا في جو وبيبقى مصر. فيه كمان الساندي سكول، وأحيانا بيبقى فيه بعض الناس مش بيشوفوا بعض غير في اليوم ده. مظبوط. طول الأسبوع بيتقابل مع أمريكان، هي دي المرة الوحيدة اللي بيشوف فيها مصريين ينطلق في مشاعره وكلامه طبعا ولغته. طبعا عشان كده الكنائس عندها دائما هنا في المهجر بيزمن تحت يحضر فيه الناس بعد القداس. بالظبط. ودي حاجة كويسة للتواصل الاجتماعي يعني، حاجة ما تزعلش. أيوة. وفي نفس الوقت بيبقى مثلا أطفال بيحضروا مدارس الأحد مع الخدام بتوعهم بيخلصوا، وعلى الساعة 2-3 الناس تكون خلصت ومشيت عشان بعد كده إذا كان عنده مشوار بعد الظهر. دي حاجة ما تزعلش. أما حكاية الميشن رسالة الكنيسة لغير الآباط الأرثوذكس، برضو الحكاية دي حديثا الكنيسة نظرت إليها، لأن احنا لازم نفهم التاريخ. الكنائس بتاعتنا نشأت في أمريكا ليه أو في المهجر عموما؟ عشان شعبنا اللي جه هنا ما يضيعش، وعشان شعبنا أساسا تقي ويعرف ربنا، بقى كل واحد بيسافر في حتة يصرخ للكنيسة الحقونا احنا مش عارفين نتناول. فبنصدق نلاقي 3-4 أسر أقباط في منطقة بينتدب كاهن علشان يصلي لهم مرة في الشهر، العدد كتر بنخلي الكاهن يقعد معهم على طول ويجيبوا كنيسة. وفين لما بقى في إبرشيات عندنا في أمريكا دلوقتي أظن 9 أبقى سقفة، كانش كده الأول، بقى في إبرشيات. إذن أساسا إحنا جايين أمريكا والمهجر عشان نرعى ولادنا، لكن حصل مع الأيام مع السنين الطويلة دلوقتي إحنا بقالنا أكتر من 25 سنة في كنائس في المهجر، فأصبح في أولاد من نسيتنا اتولدوا في المهجر ودلوقتي في سن الزواج، أو واحد جه عنده 10 سنين واتجوز بقاله مثلا من 10 سنين تاني، بدأوا يختلطوا بالأجانب. الأجانب بالنسبة لنا يعني اللي هم مش أجانب في بلادهم يعني. فواحد اتجوز بنت أمريكانية، كانت إيه أصلا؟ جايز كانت ملحدة، جايز بروستانتية، كاثوليك، أي نوع. طيب مش هيتجوزها على وضعها، فلازم بتبقى قبطية أرثوذكسية. فأصبح داخل كنائسنا فيه الاختلاط ده، إن في ناس من أصل مش مصري وبقوا تبعنا في الكنيسة القبطية. ونتيجة كده بقى الدول بيقولوا لأهاليهم أو الناس بدأت تستفسر من الكنيسة النشيطة اللي عمالة تبني كنايس وتشتري كنايس وتتوسع وبيجي لها ناس كتير دية، عايزين يعرفوا، لأن في جوع في الغرب لمعرفة الله اللي بقت تايهة في وسط الزحام المادي. فأصبح إن هذا الكنيسة بتنتبه إن عليها دور مش بس للأقباط اللي جم هنا، للآخرين. فبدأوا ينشئوا في أمريكا كنائس اسمها ميشن تشيرشز، انجليش بس، إن هو بيصلي بالإنجليزي علشان كل الكوميونيتي اللي حاضر معاه ما يعرفش العربي ولا قبط. أي. وبقى ليهم طريقتهم في شرح الإيمان بالطريقة القبطية لكن باللغة الإنجليزية اللي تناسب الناس دي. فأنا عارف إن في تجمعات كثيرة في أمريكا وكندا للكنائس اللي هي ليها رسالة مع اللي مش متكلمين بالعربية ولا القبطية. الأخ اللي هو أو الأخت اللي بيقول الكنيسة ملهاش رسالة، ممكن جدا يعرف عن طريق سيدنا أنبا سرابيون أو سيدنا أنبا يوسف اللي هم أقدم أسقفين في أمريكا، إيه الكنائس اللي فيها هذه الخدمة، يروح يشارك فيها. بالإضافة أنه مش بس يشارك، ده ياخد الفكرة ويعملها في كنيسته. وانا عارف ان في مجموعات من الشباب بينزلوا في مناسبات معينه ويوزعوا نبذات على الناس اللي موجوده في الشوارع فيها تعريف بالكنيسه القبطيه،
ودي حاجة جميلة طبعا، مسموح بيها في طبعا أمريكا، لأن كل طائفة كل لينا دينية حرية في كل حاجة طبعا، بيعملوا كده، كل الناس وسهلة أوي بتعمل إن احنا كده، نيكرز صحيح. طبعا. فده واجب علينا إن احنا نقول للناس من هو المسيح اللي احنا نعرفه، وإيه هي الكنيسة الجميلة اللي احنا منتمين إليها، أيوة وأعتقد دي بتبقى بتجيب نتيجة وأثر جميل طبعا يعني. طبعا. سؤال تاني، سيدنا أحيانا في الكنائس بيحدث مواربة للباب مع بعض الأخطاء، يعني بعض المناطق الكنيسة بقت ميولها سياسية، مباني وأراضي وفلوس، بقت لغة واضحة جدا، وده مزعج لكثير مننا يعني. وزي ما كنت بقول إن يفتح، احنا بنتكلم في عيوبنا عشان يعني نتبنى الإيجابية ونحتضن الولاد بشكل أكتر. تعليق يفتح في النقطة. هو طبعا الكنيسة لها رسالة خلاصية بالدرجة الأولى، يعني الكنيسة ربنا عملها في العالم عشان تخلص الناس وتجيبهم للمسيح وتضمهم لجسده اللي هو الكنيسة عن طريق الإيمان والمعمودية والإفخارستي. الرسالة دي مش مفروض نحيد عنها، لكن أحيانا بيحصل إيه؟ عشان أنا أتمم الرسالة بتاعتي محتاج مبنى، طبعا المبنى محتاج حتة أرض، الأرض والمبنى محتاجين فلوس، فأنا مش هدفي إن أنا أبني وبس، أنا ببني علشان من خلال المبنى ده أقدر أجذب أخدم الولاد الناس، طب. لأن دلوقتي مش من المناسب إن أنا أقف في الميدان وأقعد على الأرض وأجيب الناس حواليا أشرح لهم طب الإيمان، لازم طب أجيبهم في طب مكان. فأنا أرجو إن الشباب اللي هو بيوصي إن الكنيسة عمالة تتسع وتجيب أراضي وتبني مباني، مش إن هي غية عندنا نمتلك أراضي، لأن ما حدش هياخد حاجة معاه، أبونا اللي عمال يتعب ويشقى ده في الآخر، ممكن بقرار أبونا لو سمحت زي ما بنيت كنيسة هنا عايزينك تبني لنا كنيسة في حتة تانية، بيسيب الجمل بما حمل، وممكن يرجع مصر، وممكن أي ظروف، يعني مفيش أي حاجة حد بياخد حاجة معاه ولا بيورثها طب لعياله. طب فأنت قالها كده بمخك، أبونا ده حرق دمه في إنه يشتري أرض يبني مباني ليه؟ عشان الأجيال، طب عشان الكنيسة، عشان كده احنا لازم نساعده طب مش نقعد نعارضه. وبعدين في فرق بين بيتي اللي انا ساكن فيه واحد ومراته ومعاه عيلين، وبين كنيسة بيحضر فيها 500 700 أو 1000 لاستهلاك، بالظبط. والبيت دوت ممكن انتقل منه بعد 5 6 سنين واشوف لي حتة تانية حسب ما جت وظيفة بالظبط احسن، لكن الكنيسة هتقعد باقية الى الابد. بالظبط. فاللي بيبني كنيسة واللي بيبني مبنى للخدمة لازم يعملوا حاجة محترمة جدا طب وتحتمل الهرك بتاع الناس طب والاستخدام الكثير، وهتعيش 50 70 100 سنة لولادهم لما ييجوا بعد كده عايزين يرمموها ويجددوها، صح. لكن ما نعملش حاجة خفيفة وبعد 5 سنين محتاجين نبنيها من جديد. فعشان كده ما حدش ينتقد ان احنا لما بنعمل كنايس بنعملها محترمة وكويس وقوية. طبعا اي حد فينا خصوصا انتوا في امريكا ساكنين في بيوت عدلة، يعني افقر الناس اللي هم ساكنين في يسموها ابارتمنت، مش في هوم، مش يعني فاهم يعني. بدخل ازورهم البيت جميل ومحترم وشيك وكل حاجة كويسة فيه. طب احنا اذا كان بيوتنا حلوة ليه ما يكونش بيت ربنا حلو؟ طبعا اجمل حاجة طبعا. فانا ارجو ان ما يبقاش النقطة دي معثرة للناس، بالعكس احنا كلنا نبقى فرحانين ان كنيستنا حلوة. احيانا كنايسنا في المهجر بتخلو من الحب، تدخل البنت مثلا تكون لابسة يعني لبس مش ملائم للكنيسة، تلاقي هجوم شديد عليها وما تخلصش من الكلام. برضو الشباب ما بيدخل بيبقى عامل تسريحة او حاجة معينة لسنه، بينظروا ليه لبس معينة وبينتقدوه الناس، ده بيجرح الشباب قوي. وزي ما نيتك عارف طبعا هو غصب عنهم، لان التقاليد وهنا غير في مصر يعني، يعني هم الولاد مش بيحسوا انه دي خطية يعني. فالكنايس بالنسبة لهم بيقولوا انها تتحول للمحاكم، فبيزهقوا بيمشوا، بيبقوا عايزين يروحوا الكنيسة ما حدش يضايقهم يعني. ده دي سمعت فيها تعليقات كثيرة. هو أنا في النقطة دي عايز أوجه كلمتين للطرفين، الطرف الشاكي والطرف اللي بينتقد. بالنسبة للناس اللي بتنتقد اللي هم جايين من مصر واخدين على ثقافة معينة، أرجو أن أنتم تفهموا أنتم في بلد تانية ليها ثقافة تانية. اللبس اللي بنعتبره في مصر عيب هنا عادي بالنسبة لهم،
الشكل الخارجي اللي في مصر بيهمنا قوي هنا جايز ما بيهمهمش. يعني احنا عندنا لازم الواحد عشان يبقى محترم يلبس قميص وبنطلون وجرافاتة وجاكيت، لكن هنا احيانا بيبقى رئيس دولة ولابس حاجة كاجوال يعني، فمتفرقش معاه. احنا في مصر عشان الواحد يبقى محترم لازم وزير يبقى عنده عربية مرسيدس وفيها سرينة معينة وموتوسيكلات قدامه، هنا ممكن يبقى راكب بسكليت أو راكب مظبوط عجلة يعني. مظبوط. فالأفكار اللي عندنا في مصر غير الأفكار اللي في المهجر، وأولادنا هنا مندمجين مع المجتمع وشايفين إن دي حاجة عادي، انتوا إيه مستغربين ليه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين بقى للشباب نفسهم، لازم نعرف ان من الاتيكيت ان كل مكان وكل وقت له ما يميزه من ازياء. يعني انتوا عارفين كويس جدا ان في حاجة اسمها فستان السهرة، مش معقول يا بنتي تلبسي فستان السهرة وانت رايحة الجامعة ولا وانت رايحة الشغل، الناس هيعتبروكي فلاحة مش بفاهمة في الذوق ومش من المناسب. ليه احنا الكنيسة ما يكونش ليها ملابس مخصوص تليق بوقار الكنيسة وهيبتها؟ ليه نلبس في الكنيسة ملابس مكشوفة واحنا في حضرة ربنا وفي حضرة ناس؟ فاللي يتلبس في البلاج غير اللي يتلبس في السهرة، غير اللي يتلبس في في العمل الدراسة، غير في العمل. يبقى الكنيسة يكون ليها برضو وقارها وأزيائها الخاصة بيها. ويبقى احنا طبعا الكتاب المقدس علمنا ان المرأة في الصلاة تغطي شعرها. طب اللي تغطي شعرها ده مش بالأولى تغطي جسمها؟ طبعا طبعا. طبعا انا عارف الكلام ممكن حد ما يقتنعش بيه، لكن انا بقولها كنصيحة، خلينا احنا الكبار ما ننتقدش حد ونزعله، والصغيرين ما يجيبوش لنفسهم فرصة حد ينتقدهم، لان هم من ذاتهم الكنيسة يبقى ليها وضعها ووقارها، ونحس ان احنا واقفين قدام الله قدام ملائكته، فنلبس لبس لائق بهذا المكان. وانا عارف ان في اوروبا بالذات، يمكن انا ما شفتش هنا في امريكا، ما اعرفش ايه الوضع، ان الكنائس في اوروبا بيتكتب عليها من بره لوحة بالنحاس ان ما حدش يدخل الكنيسة الا بملابس لائقة. فلو حد جاي يدخل وملابسه بتاعت مش بتاعت الكنيسة بيلبسوه زي روب حاجة أو زي حاجة روب كده، كده كتدريات الأسرية، ده حتى شرط اللي داخل أساسي يتفرج بس مش داخل يصلي، بالظبط. ده داخل يتفرج على الكنيسة اللي بقت متحف، كل السواح كانوا بيقفوا بره ويلبسوا، اللي يلبسوا يشتروا الروب الروب يلبسوه دوت ويدخلوا، عشان ده كمكان ليه كويس. ليه وقاره، ليه مظبوط خصوصيته. مظبوط. فأنا عايز أقول للناس الغرباء احترموا كنيستي. إزاي احترمها وأنا مش محترمها؟ لازم الحكاية دي ناخد بالنا في مصر وفي المحكمة. في مصر، في المغرب كمان برضو المجتمع في مصر بقى منفتح قوي، و نفس الحكاية. مش بس هو المغرب، طبعا يمكن تكون في مصر بتظهر الحكاية دي في المناطق ليالي دي. الأعياد وفي الأفراح، طبعا طبعا حاجة غير لائقة طبعا ومهينة للكنيسة. طبعا، وبننتقد بسببها كتير. يعني المفروض ان الواحد يبقى الكنيسة دي ليها طبعا هيبتها وقارها، انا كده بأخفض من وقار الكنيسة في عينين الاخرين وفي عينين نفسي. وهل الملائكة لما يجوا الكنيسة هيبقوا مبسوطين بالمناظر دي؟ وهل الناس اللي بيصلوا بقوا مركزين في الصلاة ولا احنا بيحصل لهم تشتت واكون انا السبب؟ طبعا انا عارف ما يصحش حد يبص على حد، طب ليه أدي فرصة؟ بالظبط. سيدنا، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. انا بشكر نيافتك شكرا جزيلا، ونشوف نيافتك في حلقات قادمة ان شاء الله. بإذن الله. اعزائنا احبائنا، كنت مع نيافة الحبر الجليل الانبر فقيل، ونشوف حضرتكم في حلقات قادمة مع برنامجكم اسأل والانبر فقيل يجيب، والى اللقاء. اسأل والانبر فقيل يجيب.